بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الأحد 26/11/2023 الساعة 10:15، مسافة 3 كيلومتر، درجة حرارة 26، السماء صافية، رياح خفيفة، سايم قد تكاد تكون في وجه الحمام. طبعا اليوم رحنا مجموعة السباقات وارتئينا ان احنا نبدأ في تمرين المجموعة الثانية الصغار. هاي المجموعة تم ترفيهها لللوفت قبل شهر الى شهر ونص، وطوال تلك الفترة كانت تتعلم خروج ودخول من السبوتنيك وطواف حول اللوفت، فقلنا نجربهم اليوم ان شاء الله. التمرين الأول وطلعنا من الكيلو، لأن في حمامتين البارحة رميناهم على الكيلو، فطلعنا كسر 3 كيلو متر بالنسبة لهم، وإن شاء الله أن يكون تمرين مفيد بالنسبة لهم. مثل ما قلنا هي المجموعة الأولى، مجموعة سباقات خذت راحة اليوم مداواة، لأن في عندنا حالة كانت البارحة للأسف أنه ما اكتشفناها إلا مؤخر، طبعا أنها كانت مصابة بالكنكر، وللأسف أنها بعد المداواة ماتت البارحة في اللوفت. فقدنا واحد من فرساننا، لكن إن شاء الله بركة في الثمانية الباقيين. وفي عندنا المصابة، نحاول، ما أظن أن نقدر على السباق الرسمي الأول، احتمال كبير إن شاء الله يكون على الثاني أو الثالث. سابق الزمن مع تمارين يومية المسافات القصيرة، ونشوف إن شاء الله كيف بتأدي على المسافات الأبعد. ما قلنا هذه المجموعة هي المجموعة الثانية، وعندنا مجموعة ثالثة أيضا في اللوفت تثبت الآن، فأيضا الاستمرارية والاستدامة في اللوفت هذا الشتاء، والإنتاج إن شاء الله إلى تسليم صغار نقاط والاستمرار مع النادي إن شاء الله الحين انتهى السباقات في اعتقد اخر سباق بيكون في شهر 2 او بداية شهر 3، بعدها تبدا الراحة الالزامية للحمام في السباقات، ونبدا بالانتاج في نقاط السباقات. نعطي الحمام راحة لمدة 5 دقائق ونرجع بعد ذلك ان شاء الله. رجعنا، أعطينا الحمام الوقت الكافي للراحة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دائما يفضل الابتعاد عن الشوارع الرئيسية أو حتى الشوارع الفرعية، وذلك لتفادي الصدمات والحمام على ارتفاعات منخفضة. لاحظ الآن الأشجار، ارتفاع الحمام ما زال مجاور للشارع الرئيسي. لكن في الاتجاه الصحيح، الأهم في الحمام طبعا أنه هو ما ينزل عن الارتفاعات هذه، متابعة الشارع الرئيسي في الاتجاه الصحيح، وبهذا المنوال أعتقد الحمام إن شاء الله بيكون في اللوفت خلال 5 دقائق. لا، لف من فوق الجسر، طبعا هو التشكيل أنت ما تعرف منو القائد، التشكيل قيادة لمن؟ طبعا التشكيل لازم يكون سير جماعي وليس سير فردي، ما يستطيع القائد او اي فرد الانفصال لانه يشعر بالامان اكثر في التشكيل او في الحركة هذه. هني كانت عندنا زمان
خط الهواء الحمد لله هنا أزيل، والحمام يعني خلص من عقبة رئيسية بالنسبة له، لأن الضغوط الهوائية دائما ما تكون هي أسباب الإصابات، وخصوصا للحمام اللي في المؤخرة، مؤخرة التشكيل، لأن الحمام في مقدمة التشكيل يتفادى الأسلاك، للأسف اللي في المؤخرة ما يلحق يتفادى لأنه هو يتبع اللي في القيادة، وقد يصطدم القائد بالأسلاك واللي خلفه يتفادون، ما يعني هي أظن أنها نسبية، ولكن هذه ضريبة اللي المربين يدفعونها. البارحة كان في فيديو عرض في واحدة من مجموعات حمام الزاجة السباق، كانت لي ثلاث حمامات مصطدمات بخط هوائي علوي، وجزاه الله خير الظاهر انه مربي قام بنشر الارقام، ارقام هذا الحمام، ومنبه على اصحابها ان هي اصطدمت بالاسلاك الهوائيه وماتت. وهذا طبعا يعطي للمربي او لصاحب الحمام معلومه مهمه جدا جدا جدا، الا وهي الاعتقاد السابق كان ان الحمام اذا ما يرجع انه هو اصوله او انه هو مش من الابطال، انه هو مش حمام ذكي، مش حمام قوي يرجع، فيعطي معلومه خاطئه للمربي انه هو حتى لو ان الزوج هذا المنتج منه انه هو يتخلص منه لانه ما في من ابنائه رجع او حتى حقق بطولات، ولكن المعلومه البارحه كانت واضحه جدا انه هو انت ممكن تخسر نسبه كبيره من حمامك بسبب الاصابات هذه، بضرب في مبنى، اصطدام بسياره، عمود اناره، بالخطوط الهوائيه، اي حاجه من هذه الاشياء. فكانت معلومه حلوه البارحه تداولها المربين ان هي تحصل احيانا عندك. طبعا منسينا لما نقول احنا صيد الصقور، كثير من الناس تعرف مواعيد السباقات وتعرف اماكن اطلاقها، فتكون جاهزه بصقورها او حتى بوسائل الصيد الاخرى لاصطياد هذا الحمام. فعدم عوده الحمام زمان كان هو ان الحمام هذا مش جيد وليس حمام سباق وليس بالذكاء الكافي انك انت تربيه وانك انت تستمر في الانتاج منه. معلومة البارحة وضحت انه هو انت تخسر حمام بسبب الاصابات هذه او بسبب الصيد الجائر او بسبب قطة هجمت عليه او بسبب انه صقر انقض عليه، فهي هاي كلها واحدة من العوامل اللي انت لازم تلاحظها وتحطها في بالك، ان هي ان الحمام قد يكون جيد ولكنه ما رجع بسبب الاشياء هذه. استمتعت بالتمرين هذا، اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معاي، ولنا لقاءات مستقبلية ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله في التحدي القادم بالنسبة للمجموعة 2، وراح نقرر بكرة ان شاء الله اذا كانت هنطلع للخمسة كيلو ولا نرجع مرة ثانية على 3 كيلو، ولكن هنستمر في المجموعة الثانية بمحاذاة المجموعة الاولى، والفالنا فالكم التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.